مئات الأطنان من أسماك السلمون التي يجري اصطيادها من مياه بحر البلطيق ويتم تصديرها من السويد إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي وربما غيرها من البلدان تحتوي على مادة الديوكسين، رغم أن تصديرها ممنوع إلى تلك البلدان. حسب باحثين مختصين، فإن الإفراط في تناول تلك الأسماك يمكن أن يؤثر على صحة المستهلكين. كان هذا هو البديل الوحيد، هذا السلمون من المستحيل أن يباع في السويد. الناس لا يتناولون هذا النوع من سمك السلمون هنا، يجب أن يكون أحمر اللون ويجب أن يبدو جيدا، لذا كان هذا هو السبيل الوحيد، وكانت فرنسا هي الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لشرائه وأيضا الدنمارك. وكانت السويد قد تفاوضت مع الاتحاد الأوروبي بهدف استثنائها من قواعد تم تبنيها في العام 2002 بشأن كمية الديوكسين الضارة التي يمكن أن تحتويها الأسماك الصالحة للتصدير. وبني طلب الاستثناء على أن مصلحة المواد الغذائية في السويد يمكن أن تحد من استهلاك أسماك السلمون والتي يطلق عليها في السويد اسم لاكس.